هل يمكن تقال لأي شخص مكتوب؟ كلمة مكتوب مش بتاعتنا، كل حاجة معروفة عند ربنا. في حاجة اسمها سابق العلم، فربنا عارف نهاية كل إنسان، شايف كل حاجة. لكن ربنا ما خلاش يهوذا ينتحر، وإلا يبقى ربنا هو الشرير، يهوذا انتحر بمزاجه. كون ربنا كان شايف النهاية الوحشة دي وعارف أن نهايته قربت، ده إدراك، ده علم من الله، لكن مش كاتب عليه الموتة دي. لو كاتب عليه يبقى الإنسان إيه؟ مصير. ولو الإنسان مصير يبقى كل الإنجيل ده ملوش معنى. ليه؟ طب جاي في دينا ليه؟ بيطلب مننا وصايا ليه؟ بدل الحكاية مصير، يبقى كل واحد مصيره مكتوب له، يبقى ما فيش داعي بقى نجاهد ونصلي ونعمل خير، والحكاية مكتوبة. ففكرة اللي مكتوب على الجبين ده، لا، ده دي معناها الإنسان لا إرادة له. الإنسان له إرادة، وهو اللي بيحدد مصيره في الآخر. لكن علم الله علم مطلق، سيرى كل شيء بما فيه المستقبل، ده موضوع تاني.